رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في جريده الاخبار المسائي. مساء الخير عليك، منورنا. مساء النور، اتشرف ليا ومرحب بيك واهلا بكل جماهير النادي الاهلي ومتابعين قناه الاهلي. اهلا بيك معانا النهارده. اكيد طبعا عايزين نتكلم على حاجات كتير قوي، لكن الاهم كان لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي قصاد الاتحاد السكندري. للاسف طبعا انتهى 4-3 لصالح الاتحاد السكندري. فرص كتير قوي للنادي الاهلي لم تترجم لاهداف. شفت اللقاء ازاي امبارح؟ طبعا مفاجاه، يعني اعتبرناها هنعتبرها مفاجاه ان الاهلي يخسر بعد النتائج اللي حققها في اول هزيمه في الموسم ده في كل البطولات، اول هزيمه للجهاز الفني بقياده باتريس كارتيروم من ساعه ما تولى المهمه. هو مقدم نتائج كويسه جدا، نال رضا ونال استحسان ونال حب جماهير الاهلي، خصوصا الاداء والنتائج اللي عملها في بطوله افريقيا، تصدروا للمجموعه، الفوز على وفاق سطيف في ذهاب نص النهائي، اقترابه من تحقيق الحلم الاهلاوي، طبعا بيبحث عن بطوله افريقيا. يمكن غاب الفتره الاخيره، يمكن 35 يوم بالتحديد الاهلي ما لعبش في بطوله الدوري، متاجل له 4 مباريات. اعتقد ان هو بعد شويه عن الاجواء المحليه او بطوله الدوري، لانه لعب في بطوله افريقيا مباريات متتاليه ورا بعض، ولعب في البطوله العربيه، قدر برضه ان هو يقدم عرض كويس جدا قدام النجم اللبناني في مباراه العوده، وحقق فوز كبير وفوز مستحق وصعد للدور التالي. يمكن القرعه اوقعته مع الوصل الاماراتي هتبقى مباراه قويه. طبعا الراجل كان ماشي والفريق كان ماشي بخطى ثابته جدا في كل البطولات، حتى في الدوري قبل التوقف وقبل ابتعاد الاهلي عن المباريات الفتره الاخيره، كان مقدم برضه شكل كويس، كان مقدم نتائج كويسه في الدوري وفي كل البطولات اللي خدها. امبارح يعني يمكن الاهلي كان في ظروف كتير ادت للهزيمه بتاعت امبارح. اكيد يعني أكيد. لو اتكلمنا طبعا في بدايتها غيابات كتير جدا تأثر على اي فريق. يعني انا عاجبني كارتيرون في انه ما بيلجأش للاعذار دي، ما بيلجأ. امبارح اول كلمه قالها قال انا ما ببحثش على اعذار، انا مش هتكلم على حجج لسبب الهزيمه. لا، امبارح في فريق كامل بيغيب عن الاهلي. صحيح، يعني امبارح لو بدأنا من حراسه المرمى لحد الهجوم، لا، في غيابات، في محمد الشناوي، في سعد سمير، في حسام عاشور، ثنائي الارتكاز حسام عاشور وعمرو السوليه، في صلاح محسن، في وليد ازارو. لا، فرقه كامله ما كانتش موجوده امبارح. هو طبعا كان بيسعى ان هو يعني في لعيبه تم راحتها منهم وليد ازارو، كان بيسعى ان هو يعمل عمليه الروتيشن. طبعا اصاباته امبارح، اتصاب احمد فتحي في المباراه برضه للاسف. يعني طبعا غيابه كان مؤثر، او اصابته كانت مؤثره في المباراه، مع اصابه كمان مؤمن زكريا خلال اللقاء بخلع مؤمن زكريا عكتفه. اكمل اللقاء مصاب. فطبعا كل ده اثر على الفريق، زائد طبعا ما نغفلش الجانب الثاني. الاتحاد امبارح قدم مباراه كويسه، وكان التوفيق حليفه بصوره كبيره جدا. يعني امبارح لو بصينا على المباراه هنلاقي 4 فرص بيترجموا لـ 4 اهداف. صحيح، ما بتحصلش كتير، لكن ده برضو ما يمنعش ان كان في اخطاء في الدفاع، واعترف بيها كارتيرون، واعتقد ان هو هيشتغل عليها من النهارده بيبتدي الفريق يستعد لمباراه الترسانه، هيبتدي ان هو يصلح اخطائه، يتكلم مع اللعيبه، يشوف الاخطاء دي اسبابها ايه، طرق علاجها ايه. صحيح، وهيقدر ان هو يتداركها. ويمكن الحظ حظ الاهلي انه لسه كمان عنده لقاء تاني مع في الكاس قبل ما نروح لوفاق سطيف. بالظبط، يعني حظ الكارتيرون ان الهزيمه او الهزه، لو جاز ان احنا نسميها هزه، حصلت في التوقيت ده. صحيح، بعد فتره احسن لنا اكيد. بعد فتره من الانجازات او فتره من النتائج الجيده في البطولات الخارجيه، البطوله العربيه او بطوله افريقيا، وقبل بطوله ثانيه، بطوله الكاس، كاس مصر اللي هيبدا فيها بمواجهه الترسانه بعد بكره. واعتقد الغيابات برده موجوده، وهيزيد عليها كمان سليف كوليبالي. طبعا احنا نسينا عليه معلوم من ضمن الغيابات، من العناصر الاساسيه، سليف كوليبالي ووليد ازارو هينضموا للمنتخب، واللعيبه الدوليه هتنضم لمنتخب مصر. صحيح، والمنتخب الاولمبي. فيبقى طبعا برضو عنده مشكله في مباراه الترسانه، ولكن اعتقد ان الهزيمه دي هتدي حافز للعيبه ان هم لا يقولوا الجمهور الاهلي لا احنا بنصلح، احنا بنصلح، وان اللعيبه الموجوده دي تثبت حضورها وتثبت وجودها قدام الجهاز الفني وقدام الجماهير طبعا اولا واخيرا، ان هم جديرين ان هم يلعبوا للنادي الاهلي. صحيح، بالظبط. النهارده اكيد كان في اجتماع قبل التمرين، النهارده ما كانش في اي راحه، كان في تمرين على طول بعد لقاء امبارح، استعدادا طبعا للقاء يوم الاربعاء اللي جاي في الكاس قصاد الترسانه، ان شاء الله يكون الساعه 5 مساء على استاد السلام. النهارده كان في اجتماع باتريس كارتيرون اجتمع باللعيبه عشان يقول لهم ايه الاخطاء اللي هم وقعوا فيها
فيها في لقاء امبارح. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي على التليفون من استاد مختار التتش. مساء الخير عليك. مساء النور شيماء، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الناقد الراديو الاستاذ محمد ولكل نادي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. بالتاكيد شيماء زي ما انت قلتي، هو المفروض التمرين كان هيبقى الساعة 5، ولكن كان في اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين بقياده طبعا مستر كاتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكره ومدرب العام مع اللاعبين، استمر حوالي 20 دقيقه. يمكن كان في عتاب شديد لمباراه الامس مع الاتحاد السكندري اللي لقى فيها طبعا النادي الاهلي هزيمه من الاتحاد باربع اهداف مقابل 3 اهداف. يمكن بعد المحاضره اللي استمرت حوالي 20 دقيقه نزل اللاعبين الى ارض الملعب. يمكن اخذ الحراس اللي شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير والحارس رمضان حارس 97، يمكن توجه بيهم الى المرمى لاجراء التمرينات الخاصه بهم. يمكن باقي اللاعبين اجروا تدريبات مع حسين عبد الدايم وليندمان، وكان بيشرف عليها طبعا مستر كارترون والكابتن محمد يوسف، والان هم في وسط الملعب بيعملوا تقسيمه مصغره. يمكن كان بيتاهل على جانب من الملعب تحت قياده الكابتن طاهر عبد العزيز، سعد سمير، حسام عاشور، محمد نجيب، صلاح محسن، وبعض اللاعبين اللي شاركوا امبارح في المباراه كان بيعمل ركاب الخفيف كده، اسلام محارب، اكرم توفيق، حمودي، صابر رحيل، يمكن مؤمن سليمان ما شاركش خالص في التمرين، اكتفى بتمرينات في الجيم. كابتن احمد فتحي عمل اشاعه النتيجه عشان يتحدد رد غياب عن الملاعب. يمكن مستر كارتيرون يمكن اتكلمت معاه قبل المباراه سريع قبل التمرين سريعا، والراجل قال لي رغم الغيابات اللي عندي من اصابات من استدعاء للمنتخب الاول، ولكن هو ما عندوش اعذار، اللعيبه ما عندهاش اعذار، لازم يادوا في المباراه المقبله امام التاسنه بكل قوه وبكل حسم. يمكن لاعبي المنتخب الاولمبي اللي الاعلام كله قال ان هم هيتوجهوا اليوم الى معسكر المنتخب، لا لعيبه المنتخب الاولمبي متواجدين في تمرين في التمرين الان، ومن الظاهر ان هم هيشاركوا في مباراه التاسنه المقبله يوم الاربعاء زي ما حضرتك تفضلتي الساعه 5 مساء فعلا مسجد السلام. وبالمناسبه فريق التاسنه بيقوده جهاز فني اهلاوي بقياده الكابتن احمد كشري مدير فني ومدرب عام الكابتن احمد رجب، والاثنين من ولاد النادي الاهلي. شيء مفضل. صحيح. طيب عندك فكره المعسكر هيكون امتى؟ من بكره يمكن؟ بكره الثلاث، بعد بكره يبقى في تمرينه، بعد التمرينه بيتوجه اللاعبون الى الفندق الخاص بهم في مصر الجديدة للمبيت ليلة المباراة، وقبل المباراة بيتوجهوا إلى استاد السلام كالعادة. يمكن ما فيش جديد، يمكن المباراة زي أي مباراة عادية في الدوري أو في الكاس الأهلي بيشارك فيها. قبل المباراة بيوم بيتوجه للمبيت في المعسكر اللي متعود الأهلي ينزل فيه على طول، بيتوجه لاستاد السلام قبل المباراة بوقت كافي. بس يعني الأهلي ما عملش حاجة جديدة يعني. طيب خليني اسالك، قلت لي ان كابتن احمد فتحي عمل اشاعه النهارده، كمان مؤمن زكريا ما اتمرنش، اكتفى بس بتدريبات الجيم، هل ده معناه ان في اصابتين جداد في غيابين اخرين ان شاء الله في اللقاء القادم؟ من الظاهر مؤمن سلام مش هيبان، يعني مؤمن سلام عشان احكم هيلعب احمد فتحي من الشاهده الاولى كده مش هيكون موجود في مباراه الكابتن المقبله، لكن مؤمن سليمان عنده فرصه. مؤمن زكريا سوري مؤمن زكريا. باقي اللاعبون يعني سعد سمير عنده فرصه، محمد نجيب طبعا صعب، باسم علي صعب، حسام عاشور عنده فرصه، صلاح محسن ما افتكرش. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش من تدريب النادي الأهلي النهارده. نرجع تاني بقى ونتكلم عن لقاء امبارح. قلت لي النادي الاهلي يمكن اهم اسباب خسارته ان كان في فريق كامل غايب عن النادي الاهلي امبارح في لقاء قصاد الاتحاد السكندري، اللقاء اللي انتهى لصالح الاتحاد 4-3 للنادي الاهلي. طبعا ده ما يعني ده ما ينفيش ان كان في اخطاء، واخطاء ظاهره جدا، بدليل زميلنا شريف برضو بيتكلم عن المحاضره اللي عملها كارتيرون مع اللعيبه يمكن التعنيف او الحديث عن الاخطاء، وان هو ما بيقبلش اعذار. يمكن هو اتكلم في اكيد طبعا في الاخطاء اللي حصلت امبارح، خصوصا في الجانب الدفاعي. امبارح شفنا في بعض الهزات في الدفاع بتاع النادي الاهلي، وطبعا
شيء يمكن جديد مع مستر كاتالون، هو من ساعه ما جه صحيح وهو كان مهتم جدا بالجانب الدفاعي، قدر يطور جدا الجانب الدفاعي وتعاقد مع سليف كوليبالي يمكن اللي كان عامل اضافه كبيره جدا في الدفاع. دفاع الاهلي كان من اقوى الخطوط في الفريق. امبارح شفنا عكس ده، امبارح شفنا اخطاء غريبه، اخطاء طبعا جديده بالنسبه للجماهير ان هي تشوفها في مباراه في الدوري وقبل مباراه في افريقيا وقبل بطوله كاس مصر. في طبعا نسبه قلق، ولكن اللي انا شايفه ان الجماهير او الناس المتابعين مدين العذر لباتريس كارتون، هو مش مدين نفسه، هو مش مدين لعيبته، ولكن المتابعين هو امبارح حتى قال النهارده يوم اسود، مش اسود عشان احنا خسرنا لكن ده بسبب ضياع الفرص قصاد المرمى. ما هو يمكن زي ما بقول لحضرتك، هو بيتكلم ان اربع فرص راحوا عليه باهداف، وهو كان الاهلي امبارح كان مسيطر، الاهلي امبارح لاحت ليه طبعا عدد من الفرص ما قدرش يستثمرها، واعتقد لو كان في وقت دقيقه او دقيقتين كان الاهلي هيطلع بالتعادل، يعني كان هيحصل صحيح. كان هيجيب هدف التعادل لو كان في وقت قصير جدا. ده طبعا حاجه تضايق، خصوصا ان الهزيمه جت في توقيت زي ما بقول لك، توقيت هو كان عايز يكمل مسيره الانتصارات مسيره الانتصارات بتاعته في توقيت هو دخل فيه عناصر جديده، في توقيت الفريق بيغيب فيه، فكانت هتحسب لي كمدير فني ان انا بكمل أكيد. انتصاراتي باي مجموعه من اللاعبين، سواء في غيابات قليله او في غيابات كتيره انا بكمل انتصاراتي. فكان امبارح الفوز امبارح كان مهم جدا بالنسبه له، كان يهمه جدا ان هو يكمل السلسله دي، وكان يخش على كاس مصر برضه يفوز على الترسانه ويصعد للدور التالي، كان بالنسبه له. عشان كده امبارح هو كان حزين جدا، امبارح بيتكلم على يوم اسود. بس احنا بنتكلم على كارثيرو، تقييمك ايه لكارثيرو؟ والله من ساعة ما جه النادي الأهلي الراجل ما خسرش ولا ماتش إلا ماتش امبارح، غير إن هو ما خسرش. يمكن كان في تحفظات على الأداء في البداية، كان برضه كان بيكسب، يعني كان بيكسب وكان في ناس بتتكلم عن الأداء، ولكن أنا شايف إن هو من مباراة حورية الغيني اللي هي كانت هناك كمان مش العودة، ابتدى يبقى يتحقق المعادلة الصعبة، النتائج والأداء. يعني كان في الفترة دي مباراة حورية اللي هناك، مباراة حورية العودة هنا، مباراة النجم اللبناني، بدأنا نشوف أداء ونتيجة كويسة. يمكن في البداية كان ماشي بالنتائج بصورة كويسة جدا، العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا زي ما قلنا، بدون هزيمة بدون تعادل، قدر يحقق كل الانتصارات على الترجي، على تاون شيب، على كامبالا، وبعد كده وفاق الصيف طور الشكل، طور الأداء بشكل كبير. شفنا نتائج وشفنا أداء مع كارتيرون، الهزة دي يمكن بالنسبة له هو صادمة او يعني شيء طبعا يحزنه، لان دي اول هزيمه ليه زي ما قلنا. هيطور طبعا، هيسعى ان هو يحقق او يعود تاني للانتصارات، ويعود تاني للشكل اللي كان الفريق بيلعب بيه والاداء اللي كان الفريق بيلعب بيه، ويرجع يصلح تاني الاخطاء خصوصا في الدفاع. وهنشوف طبعا هيتعامل ازاي في مباراه الترسانه مع غياب سليف كوليبالي وغيابات في خط الدفاع، يعني كده الدفاع الاهلي في ازمه في مباراه الترسانه. يمكن صحيح. سعد سمير مش موجود، سليف كوليبالي مش موجود، محمد نجيب مش موجود، اعتقد ان هو هيستغل لاعب زي محمد هاني كيلعب احمد علاء الجزار، ممكن احمد علاء كان موجود، احمد علاء كان موجود في المعسكر اللي فات ولكن خرج من القائمه. اعتقد ان هو الفتره اللي جايه ممكن يخش، ممكن يتم الاعتماد عليه بصوره كبيره، خصوصا ان مفيش وقت من هنا ليناير، يعني ممكن في يناير يتم تدعيمات. وانا معلوماتي او انا عارف ان الاهلي هيدعم بصوره كويسه جدا في يناير، خصوصا ان بطوله افريقيا السنه اللي جايه هتبدا في شهر 12، فمفيش وقت، يعني البطولتين اكتر في تلاحم. اكتر المراكز اللي محتاجه تدعيمات من وجهه نظرك ايه؟ طبعا الدفاع لا خلاف عليه، محتاج مدافع، محتاج مدافع بمواصفات خاصه، بجانب سليف كوليبالي، صفقه سليف كوليبالي صفقه مميزه صحيح، اصر عليها المدير الفني وجابه واعتمد عليه من ساعه ما جه اعتمد عليه، يعني صفقه مميزه بشهاده الجميع، يعني صحيح. بصراحه يعني سواء في الدفاع او سواء كمان في احرازه للاهداف وظهوره في الكرات الثابته. محتاجين سليف كوليبالي تاني، حد زي سليف كوليبالي بالظبط يقدر يشيل في خط دفاع النادي الاهلي. في الوسط المدافع اعتقد ان هو محتاج عنصر، بنشوف لما حسام غالي بيغيب عن الاهلي بيحصل دروب في خط النص، محتاجين حد بمواصفات حسام عاشور صحيح في الوسط المدافع، في ظل الاصابات طبعا والغيابات اللي بيعاني منها الفريق. المركز ده من اكتر المراكز، انا افتكر كان مستر جوزيه كان بيجيب خمس او ست لاعبين في المركز ده كلهم مميزين، يعني احنا شفنا في فتره كان في خمس لاعبين منتخب مصر، يعني حسن مصطفى، محمد شوقي، حسام غالي، حسام عاشور، كان في اكتر من لاعب في المركز ده وكان بيتم تدعيمه بصفه مستمره. الاهلي محتاج في المركز ده طبعا، الاهلي محتاج في مركز الجناح طبعا، اكتر مركز بيبقى عليه
اعتماد في الطريقه اللي بيلعب بيها مستر كارتيرون، الجناح سواء الايسر او الايمن. في خيارات موجوده، ولكن اعتقد ان هو محتاج لاعب في ظل غياب جونيور اجاييه. اجاي طبعا لعيب مؤثر جدا، غيابه مؤثر جدا عن النادي الاهلي. المركز ده محتاج، واعتقد ان في بحث عن مهاجم برضو، بس يكون بمواصفات خاصه، مهاجم سوبر، مهاجم يلعب على المجموعه اللي موجوده. الاهلي بيضم ثلاث مهاجمين على اعلى مستوى على فكره، وليد ازارو، صلاح محسن، ومروان محسن. الثلاث مهاجمين على اعلى مستوى، وفي اقتناع بيهم من الجهاز الفني. ولكن لو لقى ضلته بمهاجم بمواصفات معينه، لا طبعا هيضم. اعتقد دي المراكز اللي محتاج فيها. ولو في بقى يعني لو في امكانيه، او في مثلا تفكير ان علي معلول يخرج، او لو جاله عقد احتراف، طبعا الظهير الايسر هيحتاج تدعيم. صحيح. توقعاتك ايه للمباراه القادمه، مباراه النادي الاهلي في كاس مصر يوم الاربعاء القادم؟ طبعا يعني بعد اللي شفناه المباراه صعبه. مباراة صعبة في ظل الغيابات اللي احنا اتكلمنا عليها. مباراة الكاس طبعا ما بتعترفش بفروق مستويات. صحيح. مفاجآت. كلها مفاجآت. بطولة المفاجآت. فلازم طبعا الأهلي يتعامل معاها بمنتهى الجدية. منتهى الحذر طبعا. مباراة مهمة، خطوة بتؤديك لبطولة. مباراة في الدور ال 32 ولكن بتؤدي لبطولة. أكيد. مشوار بطولة كاس مصر. الأهلي طبعا بيبحث عنه، والراجل كان كارتيرون كان بيتكلم إن دي خطوة في بطولة جديدة لينا. بيبحث الاهلي، معود جمهوره ومعود الناس كلها. طبعا كمان الترسانه ماشي كويس جدا في الدوري الدرجه الثانيه، بيقوده جهاز فني محترم. صحيح. احمد عبد المنعم، كابتن احمد كشري طبعا كان عامل معاهم اداء كويس، عامل معاهم نتائج كويسه، ومتصدر اعتقد في الدرجه الثانيه، من ضمن المرشحين للصعود يعني. فطبعا مباراه ما فيش فيها تهاون، ما فيش فيها الكلام النظري ان الاهلي بيتفوق، لعيبته اكثر خبره، الاهلي طبعا هيكسب المباراه بكل سهوله. لا، الموضوع ده في كاس مصر بيبقى صعب. طبعا الكفه تميل ناحيه الاهلي، ولكن التعامل مع المباراه هو اللي هيفرق. واعتقد ان حاله التركيز اللي دخل فيها كارتيرون، والمحاضره اللي عملها النهارده قبل التدريب، والكلام مع اللعيبه عن اهميه المباراه وعن الاخطاء في المباراه اللي جايه، هتخلي في حاله تركيز كبيره جدا في المباراه، والاهلي هيبقى الاقرب ان هو يصعد. بعد مرور 10 جولات من الدوري المصري الممتاز، شايف ايه الظواهر الجديده اللي موجوده في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ الدوري السنه دي قوي جدا. يعني الدوري السنه دي قوي جدا، وانا يمكن مش بشوفه من فوق من المقدمه، لا انا بشوفه في صراع الهبوط تحت، او المراكز المتاخره. صحيح. تحت. احنا لو شفنا المركز الاخير او قبل الاخير، 7 نقاط فرق بينه وبين المربع الزاوي حوالي 4 نقط او 5 نقط. يعني بيتكلم في فروقات ضعيفه جدا. السنين اللي فاتت كنا بنشوف كده، كنا بنلاقي فريق ما كسبش 10 جولات ما كسبش غير نقطه او نقطتين، وبنعرف ان في الفريق الفلاني والفريق الفلاني دول هابطين. لا، السنه دي بنشوف الاتحاد بيكسب الاهلي، بنشوف النجوم بيكسب الزمالك. صحيح. بنشوف نتائج الفرق كلها بتكسب بعض، في منافسه كبيره جدا. اعتقد شكل المنافسه بقى على القمه مش هيظهر دلوقتي، ان طبعا في مؤجلات كتير. الاهلي ليه 4 مؤجلات، الزمالك ليه مؤجلات، بيراميدز ليه مؤجلات. شكل القمه مش هيبان غير بعد المؤجلات دي ما تتلعب، او بعد مؤجلات. الاهلي ليه 4 مؤجلات بالظبط، فعدد كبير طبعا ما نقدرش نحكم بيها. تقريبا نص المباريات اللي اتلعبت، يعني 10 مباريات منهم 4 طبعا شيء كبير، فما خليناش نعرف نبص على القمه بشكل. ولكن المؤشرات بتقول ان المنافسه تبقى منحصره برضو بين الاهلي والزمالك، ويدخل معاهم ممكن بيراميدز لو كمل بنفس المستوى اللي بدأ بيه، ونكمل بنفس عناصره اللي موجوده. طيب خلينا نروح للتحكيم بقى. شفت التحكيم ازاي في الجولات العشر اللي فاتوا من الدوري المصري؟ لا، كوارث طبعا بتحصل من التحكيم. كوارث. كوارث. يعني طبعا كان ابرزها بالنسبه لنا احنا هنا في الاهلي مباراه الاهلي والانتاج الحربي. مباراه الاهلي والانتاج، لكن في مباريات ثانيه، في مباريات ثانيه كتير، في اخطاء كتير شفناها السنه دي من التحكيم. رغم ان في، يعني انا شايف ان الحكمين الاضافيين المفروض كانوا يعملوا اضافه. صحيح، المفروض. انا شايف العكس. لا، انا شايف ان يعني لو شلناهم، احنا شفنا الحكام بيتفرجوا، لو شلناهم انا مش هيحصل برضو نفس اللي بيحصل، ويمكن كمان يخلي الحكم يركز اكتر. يمكن يعني. انا يعني انا لا، مش معتمد على شخص اخر بالظبط. لا، انا شايف مش قادر حتى يديله تقرير صحيح. في اخطاء في التحكيم، ولازم نشتغل عليها كاتحاد كوره وكلجنه حكام. أكيد. لازم نشتغل على الاخطاء دي، ولازم يشتغل ان هو يطور من مستوى التحكيم. والحته الاهم اختيار الحكم للمباراه، يعني الاختيارات برضو لازم يبقى فيها تدقيق، ولازم يكون فيها يعني تركيز اكتر من كده، لان كل ما المنافسه هتزيد
كل ما الانديه هتركز مع اخطاء التحكيم أكيد. ان هيبقى النقطه ليها ثمن وثمن غالي. شفنا بعد لقاء الانتاج الحربي النادي الاهلي اصدر بيان طالب فيه باستخدام حكام اجانب وبالتحديد من اوروبا، وكمان يعني محاوله استخدام تقنيه الفار سواء في الموسم ده او الموسم القادم طبعا بحسب امكانيه اتحاد الكوره. شايف اول حاجه الحكام الاجانب وبالتحديد من اوروبا، وجود حكام اجانب هيفرق في الدوري المصري الممتاز في التحكيم؟ طبعا، يعني انا اعتقد ان في مباريات من غير طلب، يعني من غير طلب الاهلي او اي نادي، في مباريات لازم فيها حكم اجنبي أوروبي، وحكم اوروبي مش اجنبي من تونس زي ما شفنا. صح، مش من شمال افريقيا. مع احترامنا طبعا حكام التوانسه حكام محترمين، بس انت شايف انت ايه الفرق ما بين مستوى الحكام التوانسه والحكام المصريين؟ مفيش فرق. طب ليه يعني ليه نجيب نستخدم حكام توانسه؟ احنا فوجئنا، يعني احنا فوجئنا بحكم تونسي كان في مباراه المقاولين وبيراميدز، حتى كان حواليه ازمه، حواليه صحيح موضوع كبير ان الحكم جه قبل المباراه ب 24 ساعه، محدش عارف جه ازاي او تم استدعائه ازاي او تم طلع فيزا امتى ووصل ازاي الى طيران امتى. حاجات غريبه حصلت وما تمش ابلاغ الانديه. يمكن انا فاكر الموقف ده بالتحديد لان كنت معايش الازمه دي. القرار اتخذ يوم الاحد، كان المباراه يوم الاثنين. القرار اتخذ يوم الاحد من اتحاد الكوره ان اي فريق عايز يجيب حكم اجنبي على حسابه تمام. تاني يوم فوجئنا ان في حكم تونسي في مباراه المقاولين وبيراميدز. طبعا، وطبعا المقاولين كان عنده حق في الاعتراض بتاعه. صحيح، ان انا بلغني انا كنادي مستضيف للمباراه، بلغني ان في حكم اجنبي، زائد ان ازاي بتاخد قرار يوم حد وبتجيب الحكم يوم الاثنين؟ طب امتى الاجراءات تمت؟ امتى تم مخاطبه الاتحاد التونسي؟ امتى الحكم يعني خد تاشيرته؟ طبعا كانت كلها اسئله غريبه، والاتحاد اعترف بغلطه بعد كده وعمل توأمه. يمكن التوأمه اتعملت بعد ما الحكم جه حكم، يعني في توأمه وفي اتفاقيه تعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد التونسي لاستعانه بالحكام التوانسه في مصر والحكام المصريين في تونس. التوأمه لسه حاصله في الكونجرس بتاع الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ، كان من حوالي اسبوع، يعني بعد الاستخدام الحكم بحوالي اكتر من شهر يعني. لا، فطبعا الحكم التونسي، حكام التوانسه حكام محترمين وكل حاجه، ولكن مش هو ده اللي الاهلي كان بيطالب بيه، ومش هو ده اللي هيرتقب بمستوى حكامنا. انا عايز اجيب حكم اعلى من اللي عندي. استخدام تقنية الفار في الدوري المصري الممتاز هتفرق معانا قد ايه؟ هي مش هتطبق السنة دي مبدئيا، يعني صعب جدا. صعب جدا حتى من بداية الدور الثاني، حتى لو خرجت تصريحات من اتحاد الكورة ان احنا هنطبقها ومستعدين نطبقها من بكرة، طب بأي أمارة؟ لا طبعا، محتاجه وقت، محتاجه تدريب، محتاجه طبعا مخاطبات مع الاتحاد الدولي، محتاجه حتى محتاجه ان الجدول بتاع الدوري يكون مختلف، يعني بيكون ليه تنسيق معين عشان تقدر احنا مش هنضحك على بعض، مش هتعمل في كل المباريات، يعني انا مش هعملها في كل المباريات، بس ده اكيد هتبقى مباراه او مباراتين في الاسبوع، بس ده صعب، يعني صعب. انا دلوقتي كنادي بيلعب في الدوري المصري الممتاز، لما الاقي ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك بيتحكموا بتقنيه الفار، انا ليه ما اتحكمش؟ انت هتطبق تقنيه الفار، لازم تطبقها على كل المباريات. لو ما عندكش القدره بالظبط، لو ما عندكش القدره تطبقها في كل احنا سمعنا تصريحات ان هي ممكن تتطبق في مباراتين او ثلاثه كل مباريات في اليوم. طيب الحكم او النادي اللي ما بيتحكملوش بالفار، طب ده ذنبه ايه؟ ليه ضرب الجزاء؟ ليه هدف الكره عدت الخط وما اتحسبتش؟ بعد الماتش هتقول له انت معلش حظك وحش ان الحكم الفار ما كانش موجود او تقنيه الفار ما كانتش موجوده في المباراه دي. لا، هنطبقها، لازم تتطبق في كل المباريات. طبعا ما ينفعش ان انا اطبقها في ثلاث مباريات وبقيه المباريات لا. ممكن المباراه اللي انت ما تطبقش عليها هي اللي يبقى فيها الازمات، ممكن يبقى فيها ضربتين جزاء وهدفين وفيها كل المشاكل في المباراه اللي ما تطبقش فيها. طيب، اعتقد ان هي محتاجه وقت. يعني نروح بقى لملف تاني، ملف النادي الاهلي في البطوله الافريقيه واللقاء القادم ان شاء الله قصاد وفاق سطيف الجزائري. شايف اللقاء ده هيكون ازاي؟ طبعا بدون دبلوماسيه اللقاء صعب جدا، يعني الاهلي حتى يعني هو فايز هنا 2، و يمكن الاهلي كان عنده امكانيه ان هو يزود النتيجه 3-4 كانت هتطمن اكتر طبعا بشكل كبير. هنا في استاد السلام الاهلي قدم عرض كويس، قدم مباراه كويسه قدامه وفاق سطيف هنا في مباراه الذهاب. الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يصعد، قادر ان هو يصعد من هناك من الجزائر، وقادر ان هو يفوز كمان مش يصعد بس، ولكن زي ما قلنا الحذر والتعامل مع المباراه طبعا بطريقه معينه ان انا اخد منها اللي انا عايزه. وفاق سطيف طبعا هناك هيهاجم بكل شراسه، هيبقى عايز يعوض الهدفين اللي جم فيه، وبعد كده يبحث عن الفوز والتاهل. يمكن تصريحاتهم طبعا انا شايف فيها حماس شويه ان احنا هنقدر وهنكسب في الجزائر وهنصعد، من حقهم طبعا، من حقهم ولازم يقولوا كده طبعا، يعني ما ينفعش يقولوا ان احنا خسرنا،
ولكن الخوف برضو جمهور الجزائر هناك جمهور بيشجع فريقه من اول ثانيه لاخر ثانيه بدون توقف. صحيح. بيبقى ليه عامل كتير في في المباريات. طبعا كان شفنا وفاق ستيفتا خبط الوداد في الدور اللي قبله. حصل. يعني حامل اللقب. الجمهور كان ليه عامل كبير. وفي مباراه ثانيه مباراه العوده كان في توفيق كبير جدا مع وفاق ستيف والحارس بتاعهم كان متالق في المباراه زاد عن مرماه بصوره كبيره جدا. مباراه صعبه ولكن الاهلي يقدر. برغم عامل الارض والجمهور الاهلي يقدر برغم طبعا احنا عارفين ان مش بقول ان الاهلي يقدر كمان يصعد الاهلي يقدر يفوز كمان عليه النادي الاهلي هيلعب هناك على ارضيه النجيله الصناعيه الاهلي هتأثر ازاي سلبا على الفريق؟ بص لعيبه الاهلي كلها لعيبه كبيره لعيبه كلها لعبت منتخبات بلا استثناء صحيح خاضوا الظروف دي كتير لعبوا على الملاعب دي كتير يمكن احنا بنتكلم من زمان طبعا ملعب الترتان ولازم يكون عندنا هنا ملعب ترتان الانديه تتدرب عليه كان عندنا ملعب الانتاج الحربي زمان كان ترتان وكان اي فريق بيروح يلعب في بطوله افريقيا كان بيروح يتدرب على ملعب السلام اللي هو دلوقتي بقى بس دلوقتي بقى انجيل طبيعي فالاهلي لعب على ملاعب كتير ترتان زي ما بنقول مفيش اعذار مستر كارتيرون بيقول مفيش اعذار مفيش حاجه لا الاهلي هيلعب الاهلي هيأدي لعب قبل كده على ملاعب ترتان كتير وهيلعب تاني على ملاعب ترتان كتير ولعبته عندها الخبرات ان هي تخوض في اي اجواء وفي اي ملعب تقدر تخوض اي مباراه تحت اي ظرف شفنا في اللقاء امبارح صبري رحيل بيلعب مكان علي معلول اللي مصاب شايف في اللقاء وفاق ضيف ممكن نشوف صبري رحيل هو اللي بيقود الجبهه الشمال دي طبعا دي ليها حسابات تانية احنا مباراه وفاق ضيف اعتقد ان لو في جاهزيه للثنائي الدفاع سعد سمير وسليف كوليبالي اعتقد ان ايمن اشرف هو اللي هيلعب ظهير ايسر صبري رحيل بقاله فتره يرجع لمكانه بقاله فتره بعيد عن حساباته ومستر كارتيرون كان في البدايه كان مقتنع بايمن اشرف جدا في مركز الظهير الايسر ما كانش عايز يلعبه كمساك كان معتمد على الثنائي سعد سمير وسليف كوليبالي فاعتقد ان لو رجع له الثنائي ده تاني ورجع له بحالته وبمستواه اعتقد ان اللي هيلعب ظهير ايسر في مباراه وفاق ستيف هيبقى ايمن اشرف مش صبري رحيل ولكن التجربه او ان هو اللعب بيه في الوقت ده ده شيء طبعا طبيعي ان هو لازم يجربه لان ممكن يتم الاعتماد عليه ممكن يحصل اي ظرف او اي حاجه يبقى في غيابات في خط الدفاع ويتم الاستعانه بايمن ويتم الاستعانه ما كل شيء وارد ما هو لازم المدير الفني يلعب بحسابات زي ما امبارح لعب علي لطفي ما دي حسابات برضو ان انا ده مقيد معايا موجود في افريقيا وشريف اكرامي موقوف فبرضه هو بص ان ممكن يحصل اي شيء لا قدر الله لمحمد الشناوي او يحصل اي غياب ليه فان هو يبقى موجود وموجود في الملعب ولعب مباراه وخد حساسيه المباريات فطبعا المدير الفني لازم يعمل حساباته لاي حاجه فعشان كده برضه امبارح صبري رحيل تم تجربته واعتقد ان هو هيلعب برضه قدام الترسانه يبقى جاهز عنده صبري رحيل ويبقى جاهز عنده ايمن اشرف ولكن لو الاثنين موجودين زي ما قلت وموجود الثنائي الدفاعي موجود لا ايمن اشرف هيبقى هو ليه الافضليه طيب خلينا نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول المنتخب طبعا داخل على مواجهتين قصاد سوازيلاند عشان طبعا تصفيات امم افريقيا 2019 شايف الاول اختيارات اجيري لقائمه المعسكر ازاي سواء محليا او للمحترفين في الخارج طبعا احنا عارفين المحترفين في الخارج في اغلبهم طبعا موجودين او منضمين لقائمه المعسكر بالنسبه للمحليين ما شفناش جديد غير انضمام احمد علي لاعب المقاولين العرب صحيح ومحمد ابو جبل لاعب سموحه. هو بالنسبه لاحمد علي احمد علي يستحق الانضمام للمنتخب من فتره يعني اعتقد من الموسم اللي فات كان مؤدي بمستوى كويس جدا وكان انا كنت متوقع ان هو ينضم في معسكر النيجر كمان مش المعسكر ده. ولكن انضمامه دلوقتي ده شيء طبعا كويس مهاجم كويس جدا طبعا. اكيد. بالنسبه للاختيارات زي ما انت حضرتك قلت مفيش جديد. نفس المجموعه اللي ضمهم في معسكر النيجر هم اللي انضموا في المعسكر ده باستثناء اثنين لعيبه جداد ده بيدل ان الراجل عايز يشوف المجموعه تاني عايز يتعايش في الاجواء لسه ما شافش او لسه ما خدش قرار بالنسبه للاعبين جداد طبعا احنا راجل جاي جديد على الكره المصريه صحيح. اعتقد الاختيارات فيها برضو ترشيحات من الجهاز المعاون كابتن هاني رمزي كابتن هاني رمزي من تصريحاته قال ان عدم انضمام وليد سليمان لسببين منهم ان هو طريقته مش مناسبه لطريقه لعب اجيري او منتخبنا الوطني الاول وكمان بسبب عامل السن شفت الكلام ده ازاي برغم طبعا ان احنا لو بصينا لاحمد علي هنلاقي برضو نفس السن تقريبا فراش سنه يمكن بالظبط يعني انا طبعا يعني وليد سليمان مش من احسن هو يعتبر احسن لاعب في الدوري في الفتره الاخيره ومقدم اداء كويس جدا مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه ونقدر نقول شايل الاهلي بمعنى اصح صحيح انه لاعب عنده خبره
لاعب بقى مش باين. انا لو ببص من غير سن لا مش باين ده 32 سنه ولا 30 سنه ولا 20 سنه. لا لاعب بيقدم كل طاقته، مقدم اداء مميز جدا ما شاء الله، بيأدي بطاقه واحد عنده 20 سنه. يمكن طبعا يعني غريبه او غير مقنع بالنسبه لي اي اسباب ان وليد سليمان ما ينضمش سبب السن. لكن طب لو جينا نتكلم عن التصريح اللي اتقال فيه ان طريقه لعبه ما تتناسبش مع طريقه لعبه منتخبنا الوطني الاول، دي اللي كانت بالنسبه لي غريبه وعليها علامه استفهام. ما دي غريبه يعني. انا بضم اللاعب المميز في المركز وبلعبه بطريقه لعب انا كمنتخب. ولقينا كمان التصريح ده اتغير بقى لما جم يتكلموا عن احمد علي، قالوا طب ليه احمد علي؟ طب ما هو احمد علي فوق السن او فوق ال 30، لو انتوا فعلا بتحاولوا ان انتوا تجيبوا لعيبه اقل تحت العشرينات عشان 2022 مونديال قطر. فالكلام اللي اتقال وقتها، بس احنا لو عندنا نقص او عندنا حاجه في مركز ما مش هنبص لعامل السن. طبعا في طبعا كان في بعض الاسامي عليها كلام ان هي لازم تكون موجوده في المعسكر ده. طبعا على راسهم وليد سليمان، ويمكن محمود علاء مدافع الزمالك برضه كان من ضمن العناصر اللي ظهرت بصوره كويسه الفتره اللي فاتت برضه وخرجت، في حين ان زميله الونش دخل في الاختيارات. وليد سليمان بخصوص طريقه اللعب وان هو ما يمشيش مع طريقه اللعب بتاعنا، احنا شفنا وليد سليمان الفتره اللي فاتت لعب في ثلاث مراكز ويمكن اربعه. وليد سليمان لعب جناح ايمن، وليد سليمان لعب صانع لعب اللي هو اللاعب رقم 10 واجاد فيها وتالق بصوره كبيره جدا. وليد سليمان لعب ظهير جناح ايسر. وليد سليمان في بعض المباريات كان بيلعب مهاجم تاني بجوار وليد ازارو. صحيح. يمكن شفنا ده وجاب هدفين براسه، هدف في مباراه وفاق الصيف وهدف امبارح. ففين بقى انهي طريقه لعب؟ راجل بيلعب في ثلاث او اربع مراكز، وهيتم طبعا تطويعه او يتم ان هو ادخاله في الطريقه المناسبه ليك في المنتخب، سواء جناح سواء لاعب وسط سواء مهاجم سواء شادو سترايكر موجود معاك يعني. فطبعا غريبه موضوع ان هو لا يعني ما يناسبش الطريقه بتاعتنا، خصوصا ان انت كجهاز فني للمنتخب انت بتضم المجموعه المميزه وبتلعب بالطريقه اللي انت بتلعب بيها او بالطريقه اللي انت شايفها صح. وبعدين ما فيش طريقه ثابته لمنتخب مصر يعني، شفنا المباراه اللي فاتت يمكن شفنا طريقه لعب اجيري، لا اجيري لعب بطريقتين في المباراه مش طريقه واحده، يمكن لعب بثلاث مدافعين في وقت من الاوقات واربع مهاجمين وبعد كده لعب باربعه ورا وثلاثه قدام، يعني في مرونه عنده، مش في طريقه ثابته وان اللاعب ده يصلح معاه واللاعب ده لا. وموضوع السن في لعيبه كتير بشوفها بتادي باداء احسن من اللعيبه الصغيره، يعني لعيبه بتبقى كبيره في السن بتادي اداء احسن من اللعيبه الصغيره، بدليل ان هو تم اختيار احمد علي. صحيح. اختار احمد علي انا شايف ان هو يصلح من السنه اللي فاتت ان هو ينضم لمنتخب مصر مش الموسم ده. احمد علي الموسم اللي فات كان مستواه افضل وكان مستواه ماشي بصوره كويسه جدا وكان هداف الدوري لفترات، والسنه دي كان هداف الدوري في البدايه برده بخمس اهداف. فعامل السن انا ما يعني ممكن ابص له قدام شويه، انا دلوقتي في تصفيات عايز اتخطاها، يمكن برده من ضمن العناصر برده احمد فتحي، يعني احمد فتحي برده بعيد ما اتقالش سبب استبعاده ايه او سبب خروجه ايه برده من الحسابات، لكن احمد فتحي من اللعيبه المهمه جدا، من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر، وما يجيش انا اشيله مره واحده. صحيح. يعني انا في تصفيات دلوقتي باخدها تصفيات افريقيا، ممكن مع بطوله افريقيا ابتدي افكر بقى يعني في المستقبل. يعني عنصر الخبره اكيد مهم جدا. موجود، لازم يكون موجود في اي فريق. لازم يكون موجود العناصر كلها في اي فريق، الخبره والشباب، ما ينفعش ان انا اعتمد على عنصر واحد. وبعدين ممكن وليد سليمان او غيره من اللعيبه ما استخدموش كورقه اساسيه، ممكن انا لعيب عندي خبره استخدمه في وقت من المباراه يفيدني اكتر من وقت تاني او يفيدني اكتر من لعيب تاني، ان خبرته وتعامله في المباراه بيبقى مختلف. المنتخب انا اعتقد هنستنى نشوف اجيري اختياراته ايه في الفترات اللي جايه، لان انا دلوقتي ما اقدرش احاسبه او ما اقدرش ان انا دلوقتي اتكلم عليه. هو بيحضر، الجهاز الفني بيحضر، في تقارير بيشوف الماتشات، ولكن مع تواجدهم في المباريات بشوف ان في لعيبه مميزه جدا في الدوري وبتمش اختيارها، ولعيبه تانية يعني مع احترامي ليها بيتم اختيارها وانتوا حاضرين، يعني هم مستواهم لا يؤهلهم لمنتخب مصر. صحيح. كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا، احنا داخلين على مباراتين مهمين، مباراه سوازيلاند. احنا خسرانين مباراه في التصفيات دي اللي محدش فاكرها طبعا، مباراه تونس، وكسبانين مباراه. فطبعا يهمنا ان احنا نفوز في المباراتين دول عشان نصعد لكاس الامم الافريقيه. الفوز فيهم هيدينا افضليه كبيره ان احنا نصعد. أكيد طبعا. يعني هو طبعا بيتاخد اول وثاني، ان شاء الله نصعد احنا وتونس لكاس الامم الافريقيه وننافس على البطوله باذن الله. واتمنى ان اجيري المستوى او الشكل اللي ظهرنا بيه، الشكل الهجومي اللي ظهرنا بيه المباراه الاخيره يكمل نكمل عليه ونطوره
سواء دفاعيا او سواء هجوميا نقدر نعمل توليفه كويسه من اللعيبه. واعتقد ان لازم يبقى الباب مفتوح ولازم المميز والقادر على العطاء يخش بغض النظر عن الاسم او النادي اللي بيلعب فيه او سنه. اكيد. نروح لملف تاني، محمد صلاح. شايف محمد صلاح بيتعرض في الوقت الحالي لموجة من الانتقادات بسبب هبوط مستواه، أو بحد وصف يعني الناس إن مستواه هبط عن الموسم الماضي. شايف الكلام ده إزاي؟ أنا شايف إن محمد صلاح ضغط نفسه أكتر من الناس ضغطه. يعني من بداية الموسم مش هو محمد صلاح، أو مش محمد صلاح اللي بنشوفه بيضحك وبيلعب كورة بمزاجه. لا، أنا شايف إن محمد صلاح من أول الموسم فيه عليه ضغوط، في ظروف خارجية خارج الملعب، يعني بغض النظر بقى عن الكلام فيها انا مش حابب اتكلم فيها، لان اللعيب المحترف مطلوب منه ان هو يفصل، مطلوب منه ان هو يبعد عن اي حاجه تأثر. بس المفروض ان دايما يكون يعني الاجواء اللي حواليك مهيئه لك ان انت تكون لاعب، يعني تلعب بنفس ويبقى عندك فاهم بوزيتيف انرجي، مش يبقى عندك مشاكل مع اتحاد الكوره ومش عارفه وكيلك ايه بيحصل ومين مش عايز يبعت لك حد يستقبلك ومين متضايق ان انت مش عايز تصور مع حد. بس طبعا احنا اللي عرفناه ان كمان اتحاد الكوره خلاص يعني تخطى الازمه دي. النهارده كمان بعتوا لمحمد صلاح بودي جاردز عشان يستقبلوه استقبال خاص. ده تم في المباراه اللي فاتت صحيح، ودخل من الفي اي بي مباراه النهارده، ومن الفي اي بي تم توصيله في المعسكر في معسكر النهارده. تم استقباله برده، اتبعت له بودي جاردز على المطار عشان يستقبلوه استقبال يليق بيه. فيعني شايف ان الازمات اللي حصلت لمحمد صلاح قبل بدايه الموسم موسم البريمير ليج او الدوري الانجليزي الممتاز اثرت عليه سلبا؟ اكيد طبعا اكيد. بس انا وجهه نظري، انا كلاعب انا اللي لازم اشيل الضغوط من عليا، او ان انا لازم ابعد او افصل. محمد صلاح دلوقتي من احسن 3 لعيبه في العالم. يعني محمد صلاح مش احسن لعيب في افريقيا، من احسن 3 لعيبه في العالم، تاني احسن لعيب في اوروبا. طب الكلام ده ما جاش من فراغ، محمد صلاح لعيب محترف، لعيب كبير. انا مش بتكلم عليه ان هو لا الازمات دي ما تاثرش، لا الازمات دي تاثر، ولكن انت كلاعب دولي، كلاعب كبير، كلاعب مصنف دلوقتي فئه اولى في العالم. صحيح. لا انا لازم دلوقتي افصل، لازم اشيل الضغط من عليا. محمد صلاح قدم الموسم اللي فات زي ما قلنا موسم استثنائي، موسم كبير جدا، قدم فيه اداء رائع. طب شهاده الجميع في العالم، حصد العديد من الجوائز، جوائز طبعا والقاب، يعني ما شاء الله عليه. يعني محمد صلاح السنه دي داخل بالضغط ده، داخل ان انا عايز اعمل ده تاني، او ان انا مش طفره، او ان انا مش ظاهره حصلت في موسم وهتنتهي. لا، العب يا محمد صلاح زي الموسم اللي فات، العب زي ما بتقال كده، العب بمزاج، مفيش ضغط عليك. المدير الفني مقتنع بيك جدا، يورجن كلوب من المديرين الفنيين اللي فرقوا في مسيره محمد صلاح، وقفوا جنبه بصوره كبيره جدا، دعمه ولسه واقف جنبه وهيقف جنبه، لانه لعيب مميز، لعيب محتاجه للفريق. احنا ممكن نقول ان طبيعي ان اي لاعب محترف بيعدي بابس اند داونز، او يعني بفترات بينزل فيها مستواه او بيكون فيه سوء توفيق. هو برده احنا مش عايزين نقول ان هو برده نزول مستواه، لان مفيش شيء واضح يقول ان محمد صلاح مستواه سيء السنه دي. صحيح. يعني صحيح، محمد صلاح بيأدي، يمكن ما بيعملش، وغير الازمه اللي حصلت بينه وبين ساديو ماني، وما كانش يعني كان شفنا شويه انانيه برضه. احنا برضه مزودينها. انا مش شايفها برضه ازمه. ليه احنا مش احنا بس اللي مزودينها؟ انا شفت كل الصحف هناك برضه بتتكلم. ما احنا لو جينا مع الصحف اتكلمت، وبعد كده انا شفت تقارير او شفت احصائيات اتعملت بره في الدوري الانجليزي، جابوا الارقام من بدايه الموسم لحد المباراه قبل الاخيره او حاجه زي كده. اجمالي التمريرات اللي مررها محمد صلاح لساديو ماني، واجمالي التمريرات اللي مررها ساديو ماني لمحمد صلاح، يمكن متقاربه جدا. يعني لو قلنا بقى ان ساديو ماني ما بيمررش لصلاح، يبقى لازم نقول صلاح برده ما بيمررش لساديو ماني. احنا طبعا نفسنا ان النجم بتاعنا، او نفسنا ان محمد صلاح طبعا كل مباراه يجيب جون واثنين ويعمل اسيست واثنين. صحيح. ده طبعا شيء بيسعدنا طبعا، وبنشوف حاله الالتفاف حواليه في الشوارع حاجة جميلة جدا بصراحة. فاحنا عشان كده احنا بنبص لساديو ماني مسك الكورة مش هيديها لصلاح. في طبعا حتة ساديو ماني برضه لعيب عايز يظهر. أكيد. واللعيب المهاجم طماع. يعني بطبعه اللعيب المهاجم طماع. فبتيجي بعض المواقف أو بعض الكرات في المباريات بنشوف إن لا يديها لصلاح. يعني احنا كان في عندنا حاجة مشهورة زمان، باص لصلاح. يعني أي حد يمسك الكورة باص لصلاح. باص لصلاح وقول يا صلاح. أو روح يا صلاح. فلا يعني انا شايف ان محمد صلاح يهدى، محمد صلاح يتعامل بثقه وهدوء، محمد صلاح لاعب كبير
حتى لو مر بسوء حظ او ان هو ما احرز اهداف عدد من المباريات، مباراتين ثلاثه اربعه، مش هو ده اللي هياثر عليك. مش هو ده اللي هياثر عليك ان شاء الله. باذن الله لاعبنا المصري نجمنا محمد صلاح. بص بقى، من امبارح للنهارده كنا حاطين سؤال على السوشيال ميديا بنسال جمهور النادي الاهلي من وجهه نظركم ايه اسباب خساره الاهلي امبارح قصاد الاتحاد السكندري 4-3 في الدوري المصري الممتاز. سريعا كده نروح نشوف الجمهور قال لنا ايه. طيب هنبتدي من الفيسبوك. هاني محمد دعشوش بيقول الحمد لله على كل شيء، سبب من عند ربنا عشان ماتش فاقصة طيف نكون احسن. يعني هاني شايف ان دي بروفا. كريم فارس بيقول المباريات المتلاحقه في كذا بطوله والاصابات لاهم عناصر الفريق هو ده السبب من وجهه نظر كريم. طارق حجازي بيقول الاجاد والاصابات وفي الهزيمه ازداد له عشقا. اشرف احمد محمد بيقول عده اسباب، اولا الاجهاد بسبب المباريات المتتاليه، اثنين الاصابات، ثلاثه تغيير عدد كبير من اللاعبين، عدم الانسجام. تحياتي ليك يا شيماء، بشكرك جدا يا اشرف. هادي سامح بيقول الغيابات والاجهاد. عبد الناصر بيقول خساره النادي الاهلي كانت بسبب عدم التوفيق وكثره الاصابات. حازم محمد بيقول الاجهاد وضغوط المباريات. السيد غالي بيقول الاجهاد التام على الفريق. عبد الله ابو مهني بيقول مهنا بيقول الإجهاد. هدى محمد بتقول الإرهاق وعدم التوفيق. نروح لتويتر. أبو تمرة بيقول الإجهاد ثم اللعيبة، لو كانت خلصت الفرص من الأول كانت سهلت فوز الأهلي. أحمد أبو الحاج بيقول إجهاد اللعيبة أثر على المستوى بتاعهم، ولكن لازم نستفيد من الأخطاء، قدامنا ماتش مهم لازم نكون مركزين في أفريقيا. أهلي أحمد بيقول المستشفى اللي احنا فيها، هو في فريق في الدنيا يستحمل كل الإصابات دي؟ بصراحة عندك حق. كمان محمود بيقول كثرة الإصابات. أيمن عبد الله بيقول الإصابات اللعينة وتعدد البطولات وتوالي المباريات. أحمد جمال الأهلي لاعب حلو وعامل نتائج جميلة في الفترة الأخيرة، الإصابات والإرهاق سبب الخسارة، المدرب والجهاز تمام واللعيبة تمام. النهاردة عدم توفيق، لو كان في خمس دقائق كمان الأهلي كان تعادل وممكن يكون كان كسب كمان. مبروك للاتحاد. ده نفس الكلام اللي أنت كنت بتقوله معانا في بداية فقرتنا. التعليقات كلها في وعي. صحيح. كمان حازم علي بيقول اكيد شيء من الاصابات ضغط المباريات، الاهلي بيلعب على عدد من البطولات، كويس ان الهزيمه جت قبل مباراه الوفاق وان شاء الله افريقيا يا اهلي. محمد احمد بيقول عدم التوفيق. يوسف صلاح بيقول كثره الاصابات وكثره المباريات مما ادى لارهاق اللعيبه. غاده حسن بتقول الاصابات الكثيره. طبعا اخذنا بالنا ان كل جمهور النادي الاهلي شايف ان احنا قاعدين في مستشفى في اصابات كتير جدا بتضرب فريق النادي الاهلي. وقال كمان يمكن لو المباراه كانت مدت كمان 3 4 دقائق الموضوع اختلف. بالظبط صحيح. وفي يعني جمهور الاهلي فعلا بيقف جنب فريقه وبيدعمه، وانا شايف ده من ضمن الدعم بتاع الفريق. ما بيحملش الفريق اي ضغوط، وما حملش لاعب بعينه اي اخطاء، ما حملش الفريق اي ضغوط، ما حملش المدير الفني اي ضغوط. لا، مباراه خسرناها، نبص للي جاي، عندنا وفاق ستيف. انا شايف، انا بقول لك في وعي كبير في جمهور الاهلي واقف ورا فريقه. صحيح. مش الخساره دي طبعا اللي هتهز او هتعمل العلاقه، لا بالعكس، انا شايف ان في دعم. الجمهور الاهلي متفهم للظروف اللي بيمر فيها الفريق في الفتره دي. حقيقي. استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في جريده الاخبار المسائي، نورتنا النهارده في كلام تاني. اشكرك. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.